السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ احنا العشاق المانجا طبعا عاملين مهلبية مانجا جميلة جدا 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 ما شاء الله عليها. بصوا المنظر تحفة وحاجة شياكة، بصوا ريحتها جميلة جدا جدا، هتعجبكم قوي، جربوها. وانا فرحانة بالتعليقات بتاعتكم، واللي ما شافش القناة بتاعتنا يشترك فيها ويفعل الجرس، هتلاقوا عندنا حاجات جميلة جدا هتعجبكم وحاجات مفيدة هتستفيدوا منها كلكم. وتعالوا معانا نشوف الخطوات اللي عملناها في المهلبية بتاعتنا. دي هي خطوات المهلبية بتاعتنا. المقادير عندي كيلو مانجا جبته كده وقشرته بالمنظر ده كده، وعندي كوباية سكر وكوباية لبن، 3 معالق نشا، ومعلقتين كريم شانتيه. ماشي، انا دلوقتي هقطع المانجا بتاعتي واعصرها وارجع لكم تاني. خلاص عصير المانجا اتضرب معايا اهو، انزل بقى في الحلة بتاعتي على النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول بقى ما يغلي هنشوف الخطوة اللي بعد كده نعملها ايه. اجهز بقى الخليط بتاعتي على ما المانجا على البوتاجاز هي هتغلي، اول ما تغلي هنزل عليها بالحاجات دي بقى. عندي ايه هنا؟ عندي كوبايه حليب اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه السكر، معلقتين الكريمه، و3 معالق النشا بالمنظر ده كده. اقعد بقى ايه اضرب الحاجات دي كلها في بعضيها كده كويس لحد ما تدوب خالص خالص، ما بقاش فيه تكتلات ولا اي حاجه خالص. ضربنا المكونات بتاعتنا اهي بالمنظر ده كده. بصوا انا هنا عندي المانجا خلاص بتغلي اهي، شايفين؟ انزل بقى الخلط بتاعنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله، بسم الله. تغلي بقى تاني كده النشا بس تستوي معايا، تبقى خلاص مقلبتنا جاهزه على كده. بصوا ما شاء الله قوامها حلو ازاي، بصوا ما شاء الله بالمنظر كده استوت معايا خلاص اهي. انا بقى هنزلها واصبها معاكم في الكاسات. بسم الله الرحمن الرحيم، بقى في الكاس بتاعي كده واحط المانجا بتاعتي. بصوا ما شاء الله ريحتها جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كيلو المانجا بتاعنا عمل معانا الكميه دي من المهلبيه. انا برضو مقطعه مانجا اهي مكعبات للتزيين، احطها معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كام واحده كده. بسم الله المنظر ده كده، كل كاسه كده. وبالمنظر ده كده انا بحط اي حاجه تكسر اللون، وطبعا ما فيش احسن من النعناع البلدي الجميل بتاعنا ده ما شاء الله عليه. وبالمنظر ده كده بسم الله الرحمن الرحيم، مهلبية جميلة وكلنا بنحبها، والأخص مهلبية المانجا طبعا هي بقت عندنا بالمنظر ده كده ما شاء الله. والهنا بألف هنا وشفا ليك.